زيارة الدكتور أليكسيوس رئيس الصادق الطبرية الأخوية المقال والجزيل الاحترام الأب الحنون والأخ الحنون المعلم والرفيق في هذا البلد الصعب والشاق في مدينة غزة. منذ نعومة أظافري كان جدي يسحبني للكنيسة وأهلي والذين نبوني على الإيمان الأرثوذكسي المسيحي. بهذا الطريق تولدت اسمي الغيرة على كنيسة الأرثوذكسية. هكذا ترعرعت وكبرت وهكذا أكملت دربي حتى وصلت إلى التعليم العالي في قبرص ببلدة صاحب الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة والشريف وسائد أعمال فلسطين، وبرعاية المتروبوليت المرثاوس متروبوليت البصرة الوكيل البطريركي في قبرص في جامعة اللاهوت لكنيسة قبرص. دائما جذبني قول المسيح أن كل واحد عليه أن يحمل صليبه ويتبعه، ولا يعلم أحد كم هو ثقيل هذا الصليب إلا عندما يكون في وقت الصعاب والمحن، وليس فقط الأوقات الصعبة التي نمر بها في غزة، ولا حتى عندما يتعب الإنسان جسديا، لكن عندما يحارب روحيا من الشيطان الذي يحاول إخراجنا عن طريق الجلجلة. وهناك نحن بحاجة إلى قوتنا، إيماننا، صبرنا، إصرارنا ومثابرتنا لنكمل دربنا نحو الهدف. البعض يضع الصليب كزينة في أعناقهم من الرجال والنساء، ولكن بالنسبة لي ككاهن فهو كي يذكرني بالتضحية والجهود والتعب الذي يجب علي أن أقدمه كي أظهر محبوبا بأعمالي أمام الله. وهذا الصليب سوف يقويني كي أصون إيماني الأرثوذكسي وأحافظ على قوانين كنيستنا المقدسة وأن أعلم الرعية بالكلمة والأعمال. هكذا أقبل التكريم المعطى لي من قبل غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث ورئاسة الروحية وقيادة ووضع يدكم علي بتربيتي بنعمة الروح القدس إلى رتبتي الأشمندية. فأرجو من الله أن يجعلني مستحقا وناجحا في هذا الوقت وخادما لكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية، وأن أكون مزارعا رفيعا وصادقا في عملي في كرم الرب. أخيرا وليس آخرا أشكر الله على كل النعم والبركات التي أنعم علي بها. أشكر غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث على ثقته بي في منحي هذا اللقب المقدس وعلى كل المحبة الأبوية الممنوحة لي لأعضائي. وأشكر سيادة المتروبوليت كيريوس دمسكينوس متروبوليت أفراشية للديموتيكوس على قبوله تقسيمي كراهب متوحد وكاهن تابع لدار القديس الفلسطيني التابع لأبرشيته وأخذ القبر المقدس وكنيسة أورشليم. ولا بد لي أن أشكر سيادة المتروبوليت تيموثيوس الوكيل البطريرك في قبرص الذي كان وسيطا هاما في مسيرتي وتقسيمي. كما أشكر كل أبناء الكنيسة هناك الذين رافقوني درب التعليم العام في قبرص. وطبعا أشكر شكرا خاصا سيادتكم على احتضانكم لي وعلى توجيهاتكم الأبوية والأخوية كي يكون صحيحا على قدر المستطاع تجاه أبنائي في رعاية القديس بولفيريوس في غزة الذين أشكرهم أيضا على محبتهم وعلى حضورهم، وخاصة المؤثرين والذين يتعبون ويخدمون هذه الكنيسة المقدسة. ولا بد لي أن أشكر أبي وأمي وأخوتي على دعمهم لي وعلى أنهم كانوا وما زالوا جزءاً كبيراً وهاماً في هذا الدرب الشاق رغم غيابهم الجسدي في هذا التكريم إلا أنهم حاضرين في قلبي. وأخيراً أطلب إليكم أن تصلوا من أجل آخر كي يسير على خطرهم وأن أكون وديعاً ومتواضع القلب حاملاً هذا الصليب بأثقاله ومشقاته كي أصل يوماً إلى فرح القيامة. أمين.